أهلاً ومرحباً بكم مجدداً طلابي. في هذا المقطع سوف أقدم لكم تلخيصاً مبسطاً حول مادة الأسبوع الخاصة بنا، فلنتابع معاً بتمعن. في مطلع كل أسبوع نتساءل، متى سنفعل خلال هذا الأسبوع؟ والآن سنتعرف إلى الإجابة. في هذه الحصة عزيزي الطالب سوف نتناول درساً بعنوان نزول القرآن الكريم. سوف يتعرف الطالب إلى هذا الدرس على مدار حصتين، إذ إنه سوف يبدأ في الفكرة الرئيسية التي تتحدث عن بدء نزول القرآن الكريم على رسول الله سيدنا محمد في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك، واستمرار نزوله مفرقاً مدة 23 سنة. خلال هذه الحصة سوف يتعرف الطالب إلى الكتب السماوية والنبي الخاص في كل كتاب، بعد ذلك سوف ينتقل لكتاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المرسل هداية للناس جميعاً ألا وهو القرآن الكريم. سوف يتعرف الطالب إلى كيفية نزوله في غار حراء في ليلة القدر من شهر رمضان المبارك، وسوف يتلو الآيات الكريمة المناسبة، ثم سيتعرف إلى أن هذا النزول توالى على تلك المدة. في هذه الحصة كذلك سوف نقوم بحل الأنشطة التفاعلية، ثم التعرف إلى كيفية نزول القرآن الكريم، إذ إنه نزل بوساطة جبريل عليه السلام، فكان ينزل عليه 5 آيات أو 10 آيات أو أكثر. فبعد ذلك يتعرف الطالب لما ترتب سور القرآن الكريم عند جمعة حسب نزوله على النبي. وفي الحصة التالية مباشرة يتعرف الطالب إلى الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقاً، ألا وهي بيان الأحكام الشرعية بشكل تدريجي لهداية الناس، فهي لم تنزل كلها مرة واحدة، ولا تستطيع البشرية تقبل كل ذلك مرة واحدة، فحتى يسهل على المسلمين التزامها وتطبيقها نزلت بشكل متدرج. فبداية مثلا فرضت الزكاة، بعد ذلك الحج، وفرض الصيام وغير ذلك. ثانياً للإجابة عن الأسئلة، فقد كان الصحابة الكرام يسألون النبي فينزل القرآن الكريم فيجيب عن تلك الأسئلة، وبعد ذلك لتيسير حفظه وتلاوته، وذلك لقلة أدوات الكتابة، فقد كان الصحابة الكرام يعتمدون على الذاكرة في حفظ القرآن الكريم. خلال هذه الحصة سوف يتعرف الطالب إلى كيفية تكفل الله تعالى بحفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل، وذلك من خلال الاستشهاد بالسور القرآنية، وسوف يتعرف إلى الفرق بين السور المكية والمدنية، وهذا بالإضافة إلى أنه سوف يتعرف إلى الموقع الخاص بغار حراء، ويقوم بحل الأنشطة التفاعلية الموائمة للحصة، ثم يبدأ باختبار المعلومات. وهكذا أحبتي نكون قد أنهينا أسبوعاً سعيداً معاً. في نهاية الأمر أتمنى لكم أسبوعاً سعيداً وعطلة ممتعة. إلى اللقاء.